بالنسبه للصدفيه اللي ما كتزولش رغم الدواء كانت الشهاده ديالك كنزه وكاين اسئله كثيره نعم. نتيجه فالناس اللي غادي يستغربوا ان الصدفيه العلاج شوف سبحان الله العظيم جات كيفاش جات صدفه كما كنقولوا فاحسن علاج هو الكحول الصدفيه لان علاج الكحول كيحتوي على عده نباتات واحد التركيبه عجيبه كما كنقولوا ودرنا التجربه هذه ديال الكحول على الصدفيه وكذلك على التونيا وكذلك على المشاكل اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا بحال دوك الفطريات اللي كيكونوا قاصحين كما كنقولوا لاصقين فكتعطي واحد النتيجه هائله كما كتقول اختي سناء. هذه واحد الحاجه اللي اول مره انا غنسمعها كيقولها لنا الدكتور عماد. نعم الكحول والمنافع ديال الكحول. نعم يصلح للصدفيه والتونيا هذه كلها مشاكل ديال الفروه الشعر وديال الشعر وكذلك الاماكن اللي كتكون عندنا فيهم الفطريات لاصقين كيكونوا ديك الجلده ثقيله ديالهم فهو كيعطي واحد الفائده كبيره. غير هو واحد المساله بغيت نحيدها من الكحول يعني وغيسمحوا لي بزاف السيدات لان ملي غادي نقولوا المكونات كاين واحد المساله بغيت نشير لها ونهضر عليها. اذا الكحول ملي كنصايبوا كناخذوا واحد الحجر ديال الكحول اللي هو عباره عن رصاص والكحول الوليدات اللي قل من 7 سنين ما نديروهش لهم لان هذا الرصاص يمكن له يكون سام ويمكن له يضر لهم بالصحه ديالهم. اذا الكحول حجر ديال الرصاص العظم ديال الزيتون العظم ديال التمر الثومه القرنفل سكينجبير الداد هنا كندير واحد الكرواح حمراء كبيره على الداد من بعد غنرجع ليه الحديده الحمراء الملحه الحيه اللوز الخضر مصلاح النظر اللي هي عباره على واحد النبته زيت الزيتون القطران الرقيق والسواك. فالمكونات اللي كيكونوا قاصحين كيتدقوا كيتقلاو بحال كتقلى الزريعه من بعد ملي كيتقلاو كنضيفوا لهم هاد الزيوت اللي كتجمعهم ومن بعد كيبقى كيتشحر حتى كيحيد منه الماء نهائيا وكتولي على شكل غبره ومن بعد كيدار في قريعات. فبالنسبه للداد داد ماده سامه لان هو كيحتوي على واحد الجليكوزيدات خايبه اللي كتمشي لنا للداد ديالنا وكيمكن لنا لا قدر الله توصلنا للتسمم توصلنا للاغماء تعطينا بزاف ديال المشاكل فمن الاحسن نتفاداوه لانه عنده 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 اعراض جانبيه كبيره. اما المواد الاخرى فهي كما كنقولوا واحد التركيبه قديمه وعندها فوائد كبيره فكيفاش يمكننا نستعملوا هذا الكحول اننا كناخذوا منه بالنسبه للصدفيه وبالنسبه كمضاد الجراثيم اللي هضرنا عليهم. غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره ديالو وغادي نضيفوا ليها جوج معالق كبار ديال زيت العود وغادي نضيفوا ليه جوج معالق كبار ديال شمع النحل. اذا كندوبوا شمع النحل في حمام مريم كندوبوه ثم كنضيفوا ليه جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون حتى كيتخلطوا مزيان وكنزيدوا ليه معلقه صغيره ديال الكحول. اذا اش كنديروا كناخذوا شويه الراس ديال اليد يعني ما ناخذوش بزاف وكنوليو كندهنوا واحد المساج على الاماكن اللي عندنا فيها هذا المشكل هذا ماشي على الشعر كله لا ماشي على الشعر غير على البليصه اللي فيها الصدفيه ديك القشره الغليظه البليصه اللي فيها ديك التونيا البليصه اللي فيها داك كما كنقولوا داك الشامبينيون يعني دوك الفطريات اللي كتكون اللي كتكون قاصحه وكنخليوها تقريبا مده ديال ساعتين ثم كنمسحوها كنغسلوها بمطهر عادي اللي كنستعملوا صابون ولا شامبوان على حسب فين كاين عندنا هاد المشكل هذا. نعم. غير هو اللي بغيت نشير ليه ان الاختلاف ان الكحول ديال السنه انه كان يصنع من ماء زمزم وزيت الزيتون. اذا كيجي الحجر ديال الرصاص كيبقى في ماء زمزم كنخليه واحد المده تقريبا ديال 3 ايام ثم عاد كناخذوه كندقوه كنخلطوه مع ذاك الماء ديال الزمزم وكنزيدوا عليه زيت الزيتون وكنخليوه يغلي وهذاك هو الكحول اللي كيكون عندنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.